بارك يا رب فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيل البشير، بركاته تكون مع جميعنا. آمين. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: متى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحق المنبثق من الآب؟ فهو يشهد لي، وأنتم أيضا ستشهدون، لأنكم معي منذ بدء الأمر. لا يزال عندي أشياء كثيرة أقولها لكم، ولكنكم لا تطيقون الآن حملها. فمتى جاء هو، أي روح الحق، أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. كل ما هو للآب هو لي، فلذلك قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. حقا والمجد لله دائما. مسيح قام. حقا قام. النهارده يوم عيد، عارفين عيد ايه؟ عيد العنصرة. ايه بقى العنصرة دي؟ نزول الروح القدس زي ما بيقول يسوع. متى جاء المؤيد؟ المؤيد يعني اللي بيعزيكم، البوكونسال، كونسولاتر، كون السول، مع اللي لوحده دايما جنبه بيتكلمه. فهيجي الروح ده علشان انا هبعته من عند الآب. ولما جه سمعنا في القراية الأولى نزل على هيئة ألسنة، وكانوا التلاميذ بيتكلموا بعظائم الله، وكل الناس بتفهمهم في لغتهم. يعني أنا بتكلم كده وفي ناس تانية قاعدة من جنسيات مختلفة بتفهم عظائم الله بلغتها. دي حدث عجيب جميل خالص، حب أشارككم بحاجة صغيرة عليه. ازاي ممكن اتكلم بعظائم الله؟ اولا، ما هي عظائم الله دي اللي الرسل كانوا بيتكلموا بيها؟ وبعد كده ازاي الناس تفهمها بلغتهم؟ عظائم الله هي عمله اللي تم في التاريخ. ايه العمل الاساسي ان الرب اشتغل في التاريخ من 2000 سنه لغايه لما تم حدث موت وقيامه يسوع؟ حضر الشعب، اختار ابراهيم. ابراهيم جاب عيال وحضرهم، والعيال زاغت وعملت وسوت، وكانوا كويسين وكانوا خطاه. تاريخ طويل والرب صابر، لغايه لما جت بنت شابه امنره اللي قبلت اللي ربنا عايز يعمله مع الشعب وتحقق فيها، ودت يسوع للعالم بحريتها وباختيارها وبدعوه من الله وتأييد من الروح القدس اللي ظهر لها واللي اداها هذه الامكانيه. بعد كده الابن جه وعاش بحدود 30 سنة في الخفاء، محدش عارف بيه، بيتكون وبيتعلم
بيشوف الدنيا زي أي شاب تاني. ولما جه الوقت المناسب ابتدى يعيش إرادة الله الآب ليه علشان يرد للآب كل البشر اللي بيحبهم، كل اللي هو عايزهم، عشان يبقوا على شكله وعلى مثاله، والأب يتعرف فيهم إن دول أبنائه. ده أعظم أعمال الرب في التاريخ، إنه اللي بيسمعوا الرسل كانوا شايفين إن الله الآب أبوهم بيدور عليهم من فجر التاريخ وعايز يديهم كل ما هو له وياخدهم في بيته ويعيشوا معاه نعمة الحضور قدامه. بس الابن اللي حقق هذا العمل. فلما الرسل بيتكلموا عن موته وقيامته، لو عجائب الرب اللي فيها ازاي تصور ان واحد بيتهان وبيتبهدل ومرفوض، يكون الرب قاصد في ده، في الشر اللي بيحصله، يطلع منه خير لكل البشريه. فالشعب كان بيسمع ده في لغته، في لغه لو انا ما بتكلمش اللغه بتاعتك، في لغه اللي لو اتكلمتها لغه المحبه انت هتفهمها. الخرس والصم بيفهموا بالاشاره، انما لغه المحبه هي اللغه اللي ممكن اتكلم بيها وانت تفهمها حتى لو كلامي باللغه بتاعتك مش واضح. لان ربنا بيدي نعمه اني اقول الكلمه، وبيدي لك نعمه انك تستقبل، سواء الكلام بسيط غلط مش عارف ازاي، ربنا بيفهمك بواسطه الروح القدس ايه اللي انا عايز اقوله. مرات كتير بقول كلمات في الوعظة وبسمع الناس بتتكلم ازاي عليها، قال لي ده فين كده وده فين كده وده فين كده، بينما انا قصدي كنت اقول حاجتين. ده معنى ايه؟ روح القدس هو اللي بيشتغل في ده، بيقول ده، بقول اللي عندي، عجبك مش عجبك مش دي المشكله. لكن اللي بيحصل اقوى من كده ايه؟ ان روح القدس بيجي لك وبيترجم لك الكلام ده بطريقه ان انت تفهمه في حياتك. ممكن اكون انا ما قلتش الكلمه دي خالص، ولا ما قلتش ان انت فهمته، لانه في لغه تانيه موجوده اللي هي لغه روح القدس، اللي هي لغه المحبه. هو الكائن بين الاب والابن اللي بلان دامور، بلان دشان دي كاريتاس كريستي، بلان ده حب يسوع. الحب ده الروح ده بيجي وبيتكلم معاك لغات مختلفه وبيفهمك حاجات انا مش قصدي افهمها. في عصر الكنيسه الاولى الرسل خدوا الروح القدس وراحوا يتكلموا بعظائم الرب، والرب خلى اللي بيسمعوا يفهموا بلغتهم. ان شاء الله يا رب يكون واضحه حاجه بسيطه كده دلوقتي. الحاجه الثانيه اللي عايز اشارككم فيها في الانجيل، حاجه بتاثر فيها، وفي حاجات كتير الحقيقه، بس في حاجه بتاثر فيها، ايه هي؟ لما تقول كده لا يزال عندي اشياء كثيره اقولها لكم ولكنكم لا تطيقون الان حملها. هو بيقول كده ليه؟ هو في اخر الفصل الخمستاشر وهو قاعد مع التلاميذ على المائده عشان يتناول العشاء الاخير، وبعد ما بيتمم كلامه في الاصحاح السبعتاشر بيبتدي على طول الالام بتاعته بيطلع على جتسماني. فاذا عمال يكلمهم عن اللي حصل بعد رسول الارجل في الاصحاح التلاتاشر لغايه اخر الاصحاح السبعتاشر، بيتكلم عن كل اللي عايشه، عن عجائب الرب، عن اللي بيحصل وعن اللي هيحصل. من ضمن الحاجات بيتكلم عن روح القدس، فبيقول كده لما يجي هو روح الحق
أرشدكم إلى الحق كله. هو روح الحق وأرشدكم، هو هيرشدكم للحق كله. ما هو هذا الحق اللي هو هيرشدنا إليه؟ روح الحق. يسوع بيقول في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا: أنا هو الطريق. ما كنت يا جماعة؟ الطريق والحق والحياة. طيب ما كنت كده شيء. تعال نعمل وعظة. أنا عندي شرنسة كده هتعمل. يسوع بيقول أنا هو الحق. ده معناه إيه؟ ما هو هذا الحق؟ الحق الإلهي اللي ربنا شايفه عليا وعليك هو انك محبوب زي ما انت بكل طباعك محبوب. هذا هو الحق اللي عند الاب ليك، وهذه هي حقيقتك انك محبوب، وهذه هي حقك. انت مش لما بتتعامل مع الناس تقول له لا ده حقي لازم تدهوني، ايه حقك اللي انت ممكن تطلبه؟ انك محبوب زي ما انت بكل ما انت عليه. هو ده الحق، هو ده حق كل انسان ان يعرفه. مش كده اعلان الانجيل مهم جدا، وان احنا ناخد الروح القدس ونتكلم على الحق الالهي لكل البشر، ده مهم جدا. لما تختبر هذا الحق ان الرب يحبك زي ما انت ومش عايز يغير طباعك، عايزك بس توافق انك تستقبل روحه اللي يسوع عايز يبعتها من عند الاب علشان انت تتحول بطباعك زي ما هي وتبقى زي شكل ابنه. تحب كده الحق اللي فيه يكون فيك وتصبح انت ضب عطية للبشرية، وخطاياك وضعفك وزعيقك وخناقك ما عندوش مشاكل، كل ده فيا وفيك الحمد لله. لو ما بنخبيش على بعض الحاجة ومش لابسين أقنعة، حقيقتنا هي هي. ليه أنا محتاج أغير في حقيقتك؟ ليه أنا محتاج أغير في طباعك عشان اكمل اعيش معاك؟ عشان عندي مشكله. اذا المشكله مش طباعك، المشكله عندي انا، ما عنديش هذا الحق. فاعمل ايه؟ ادافع على نفسي، والا انت بطباعك هتموتني. فانا اقول لطباعك دي اتغير وابعد عني شويه، لان انا مش قادر احبك زي ما انت بعملك وخطاياك وضعفك. فبما اني ما عنديش هذا الحق اللي هو ربنا بيحبني، وده مش في قلبي مغروس ونازل في الارض عميق، يبقى انت اي حاجه تعملها لي هتحطني في خطر. فهتحطني في خطر اقول لك لا انا محافظ على حياتي شويه، كرامتي شويه، ضعفي شويه، ارحمني، غير في سلوكك، غير في طريقتك. كده الحياة مع بعض هي كده. لكن النهاردة عايزين نفتح لحقيقة تانية. هذا الحق الإلهي إنك محبوب وهي محبوبة وهو محبوب زي ما أنتوا، ده حقنا. لو خدنا حقنا من أبونا هنحب بعضنا بنفس الحق اللي احنا خدناه. يبقى ممكن أعيش وتعيش معايا بدون ما اقول لك اتغير، واخد على نفسي هذا الواقع اللي انت فيه، لانه مش بتحطم. لكن لو بتحطم خلاص انت عايش بجسمك كده، عايش بمشاعرك بقدرتك، هذا الحق بعيد عنك. فطبعا لازم تدافع، لازم تطلب مساعده، ولازم تطلب حد يدافع عنك، ولازم تبهدل الدنيا وتبهدله كل اللي انت عايزه. مفهوم؟ ليه؟ عشان انت وحش؟
عشان هو وحش؟ لا، عشان هذا الحق مش ساكن فيك. فهذا العنصر بيقول لنا ايه النهارده؟ محتاجين إصحاب يقول انا ذاهب عشان ارسل من لدن الاب روح الحق. مش بس كده، تصوروا الجمال والروعه. عندكم قدره تستحملوا؟ ولا اقول لكم زي يسوع عندي حاجات كتير اقولها لكم بس مش هتطيقوا تسمعوها؟ لا، في حاجه تانية حلوه خليكم معايا شويه. بيقول يسوع، هو ما بيتكلمش من عنده بل بيتكلم بما يسمع. الروح القدس جاي يقول لنا حاجات في حياتنا اليوميه، بس الحاجات دي مش جايبها من عنده، حاجات بيسمعها في حوار بين الاب والابن. فهو ما بيجيبش حاجه من عنده، هو بيسمع اللي بينه وبين ابويا وبيجي يساعدكم تعيشوا يوم بعد يوم. يخبركم بما سيحدث. اوبا، انت رحت العراف قبل كده؟ سؤال. رحت تقول له وحياتك عرفني هيحصل ايه بكره؟ طب اديت ايدك تشوف البخت لحد؟ طب بالذمه ما رحتش هتاخد قهوه عند حد واقول لك سيبني اشوف الفنجان؟ لا، الحمد لله انت الوحيد اللي شاطر فيه، لانه كله عمل كده. كله عايز يعرف بكره في ايه؟ وعايز يحمي نفسه من اللي هيحصل بكره عشان يكمل يعيش. لكن يسوع بيقول للتلاميذ لما هيجي هذا الروح، روح الحق، هيعرفكم بالمستقبل. عارفين في ايطاليا مثلا في عراف لكل 5 اشخاص، واحد يلعب الكوتشينا، واحد يلعب لكل 5 اشخاص، كله عايز يعرف. طب انا عندي سؤال دلوقتي، بيقول هنا هيعرفكم بما سيحدث، هيعرفكم المستقبل بتاعك. انت عارف مستقبلك في ايه منتظر؟ سؤال، انت عارف؟ اول سمير، ما تعرفش. رائف، انت عارف بكره عندك ايه وفي المستقبل بتاعك فيه؟ كمان ولا حد عارف مستقبله فيه؟ انا غلبان الحمد لله، خليك غلبان. كلنا محتاجين نعرف ما سيحدث، المستقبل بتاعنا، وإن ما عرفناهوش مرسي. ماء بارد جميل. وإن ما عرفتش مستقبلك، أنت بتعيش حياتك اليومية بتاعت كل يوم بطريقة عبيطة. سامحني، طريقة عبيطة جدا. بتعمل حاجات ما انتش عارف بتعملها ليه. انما لو انت عارف مستقبلك فين والفتشير بتاعك في ايه، انت بتعمل حاجات كل يوم اللي بتوصلك تعيش ده. لو انت عندك مشروع شغل، عارف هتعمل ايه هنا وهنا وهنا. فالشغل بتاعك بتاع كل ساعة مش بيبقى عشان ضد اللي انت بتعمله، لا، عشان يحقق اللي انت بتعمله. إذا ما تعرفش المستقبل بتاعك إيه، رغم أنه وضح في المسيح يسوع، إحنا مخلوقين عشان نحب زي ما الآب حبنا وأظهر حبه في يسوع المسيح. وحب يسوع الماكسيموم ظهر فين؟ هنا. هنا ظهر طبيعة الله الآب وقتها. هذه هي طبيعة الله. ما هو الله؟ الله محبة. وما هي المحبة؟ أهي. يعني إيه؟ يعني المحبة هي أني أدي حياتي مجانا
مش بس اللي حبوني واصدقائي لكن لاعدائي. طب هو ازاي يدي هذا الحب؟ لان دي طبيعته. فمشكلتي ومشكلتك انه مش عارفين ان دي المستقبل بتاعنا، دي رسالتنا، ده الهدف اللي لازم نوصل له كلنا، ان ندي حياتنا كده وناخد على نفسنا خطايا الاخرين وما نردش عليهم بالعنف ولا بالرفض ولا بالدفاع، ولكن نرد عليهم بنفس الحب اللي احنا اختبرناه وبالمغفرة. اذا ده مستقبلنا ان احنا نكون مسيحيين ونظهر فينا طبيعة اولاد الله، فاللي بنعيشه يوم بعد يوم، يوم ربنا مدي لك مشكلة صغيرة كده مع بعض، طب ايه وجع القلب؟ ليه يا رب بتسمح بكده؟ طب ما احنا ماشيين كويسين، هي ليه بتتكلم الولاد بتعمل كده ليه؟ انت مش فاهم. ربنا سمح انه ده يحصل منها علشان يساعدك تكبر شوية في هذه الطبيعة، في هذا الحب، او يساعدك انت كمان لو حصل منه حاجة ومش عاجباكي تكبري في هذه الطبيعة وفي هذا الحب. لكن لو خدت الاحداث ضدك وعايز تعيش لنفسك، يبقى اللي بيعمله او اللي هتعمله او اللي عملته هي ده ضدك، فبتتحطم وما تقدرش تسيب نفسك تتحطم. عشان كده لازم تزرع ولازم تبقى عنيف ولازم تضرب ولازم تعمل، ده الطبيعي. فاذا لما دور المشكله فين؟ المشكله هي انه انا بعمل حاجات مش عارف لو بتحقق لي المستقبل بتاعي. فهو يجي يقول لك ايه؟ الروح القدس هيجي يعرفك بما سيحدث، فيسمح لك بحاجه الرب، مرض صغير، مشكله في الشغل، مفيش دخل، شويه كوفيد، شويه كانسر، ولد يسيب البيت، بنت تتمرد عليك، زوجها مش عارف حصل لها في مخها وعملت ايه. احداث. انا موقفي هل الاحداث دي كلمه من الله ليا عشان يكبرني في الايمان، عشان يديني نعمه ان انا افهم انا مدعو لايه في المستقبل، ان انا مدعو ان اكون مسيح اخر لمراتي والعيالي والجوزي واللي حواليا، ولا ربنا عايز يعمل لي يوميليو بس؟ فهمتوا احبائي بقى يسوع بيقول ايه وهو على الترابيزه مع التلاميذ؟ لانه عارف انه هيروح يعملوا الايفانجيليزاسيون، يبقى شرب اسمه، وعارف ان الناس هتتضايق من كده وهتعاقبه، هيتحبسوا وهيتبهدلوا. طيب ما هو بيقول لهم حاجات عشان وقت ما تحصل يكونوا متحدين بيه، ده قال لي كده، فاذا اللي بعيشه ده ليه معنى. لما الروح القدس يقول لك ويعرفك النهارده بيحصل معاك ايه، ما هو مبروط عشان كده يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث، ياخذ مما لي ويطلعكم عليه. يعني انا هكون معاكم كل يوم بواسطه حضور هذا الروح اللي بيكلمكم يفهمكم معنى الاحداث بتاعت كل يوم، علشان تبقوا فاهمين انتوا مصيركم ايه. مصيركم ايه؟ هو ده، هذا ما سيحدث. ان شاء الله يا رب يحصل لنا شويه اضطهاد كده علشان نبتدي نتمسك بالمسيح ونظهر طبيعته فينا. ان شاء الله يا رب نقبل الاحداث اللي بعتنا بتاعت كل يوم عشان نقدر طبيعته تظهر فينا. فربنا بيتكلم بكل حاجه، بكبر السن وبالضعف، انك مش قادر تعمل كل حاجه زي زمان. طب ايه ده؟ هو ربنا عايز يذلك؟ تبقى محتاج مثلا تاكل ومش قادر تعمل نفسك حاجه ويبهدلك بالطريقه دي؟ هو ربنا عايز يذلك؟ ده لو عندك روح القدس هيقول لك حبيبي انا بجردك من كل حاجه، حتى قواك الشخصيه، عشان تفضلي صافي كده، تبقى ليا وانا ليك. وانت كده ضعيف خالص وبيبي خالص زي البنت العموره دي، محتاجه لكل حاجه، كل حاجه محتاجاها، ما تقدرش تعمل ولا حاجه لنفسك، لو عملت على روحها، لو لازم تغير، لو لازم تستحمى، لو لازم تاكل، محتاجه لحد تاني. ف
فلو ربنا بيسمح لك انك محتاج لحد تاني باستمرار، ده انت تشكره لانه بيعملك صغير صغير صغير. اهو هو اخر انسان في الدنيا خد المكان اللي محدش بياخده، ومحتاج لكل حاجه في الدنيا محدش اداله، حتى لما قال العطشان ادوله خل. بس عشان تفهم انه الحب هو كده. احب اخي العنصره، نطلب من ربنا نعمل ان يدينا روح القدس عشان نعرف نكون مسيحيين حقيقيين، مش بالاسم وروح الكنائس ونعمل دوناسيون ونعمل مش عارف ايه وشمع. الحمد لله شالوا الشمع من عندنا خلاص. الدين مش كده حبايبي، الدين علاقه يوميه بين روح الله واللي بيحصل في حياتي، واللي بيحصل في حياتي هو ده الدين. علاقه بين السماء واللي بعيشه على الارض، لانه ده بيكونني بيخليني اوصل لهذه الماتوريتي اللي فيها ادي حياتي بكمل رسالتي واقول يا رب الحمد لله انا جاي لك. من يومين ثلاثه عشت مع اخواتي حدث انتقال عمل السماء، احتفلنا امبارح عملنا التالت، احتفلنا بفرح ده ما بنشوفوش في العالم، واحتفلنا بالاربعين بتاع بابا مهاب امبارح بفرح. الحاجات دي ما بنشوفهاش في الدنيا، الناس بتعيط وبتولوي وبتعيش مشاعر الحزن، انما احنا حبايبي مدعوين نعيش حاجه ثانيه خالص، مدعوين نعيش الفرح، لانه حياتنا لما بنوصل نكمل رسالتنا خلاص بنروح البيت الحقيقي للاب الحقيقي. يا رب يجي بسرعه اليوم ده، يا رب نكمل رسالتنا وننطلق مع المسيح. عايزنا هنا لخدمه الناس، عايزنا عنده، عايزنا عنده نروح عنده فرحانين باللي بنعيشه، لان هو بابا وبيدينا اللي بيساعدنا نكون اولاده الحقيقيين. حقنا وانه احنا نعرف بنعيش ايه ورايحين فين. امين.